تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي ده او تسمعوه دلوقتي ده يعد كارثه في الرياضه المصريه. نظام خدوم بالصوت لا يغلبوكم، والرياضه والاستوديوهات تحولت لساحه خناقات وساحه معارك، يا اما رايي يا اما اقوم من القعده، يا اما تسمع رايي وتصدقه وتامن بيه وتصدق عليه، يا اما ما اقعدلكمش في الاستوديو واخد بعضي وامشي، ويانا يا اللي قاعدين في الاستوديو. ده مبدا رضا عبد العال ماشي على مبدا مرتضى منصور، لا حد يقاطعه ولا حد يناقشه ولا حد يقول له ان انت غلط، ولا يسمح لحد اصلا ان هو يقول رايه. يا سيدي انت ليك راي انت حر فيه، لكن انا كمان ليا راي والمفروض ابقى حر فيه. نتفق نختلف، لكن يبقى النقاش باحترام وبدون تجاوز وبدون خناقات وبدون سيخ وبدون تهديد ان انت هتسيب الحلقه. الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي او هتسمعوه دلوقتي ده زي ما قلت لكم في البدايه يعد كارثه في الاعلام الرياضي. بدل ما نقعد نتكلم ونتناقش في حاجات تفيد المشاهد وتسري المشاهد بمعلومه، لان المشاهد او المتلقي بيقعد يتفرج على اشخاص المفروض ان هم يقدموا معلومه كرويه تفيد المتابع او المشاهد لهذا البرنامج، ولكن رضا عبد العال قرر ان هو يضرب كرسي في الكلوب. يا تسمعوا كلامي اسيبكم وامشي، يا تسمعوا اللي انا بقوله يا اما اتخانق وعلي صوتي واخرب الدنيا. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الخناقه اللي حصلت ما بين ابو الدهب وما بين رضا عبد العال بسبب اختلاف في الاراء على مين اللي ليه صلاحيات في نادي الزمالك والبروف وما البروفش ومرتضى ومش مرتضى والكلام اللي اتقال، وفي سقطه كده قالها اسلام صادق هبقى اعلق عليها بس بعد ما حضراتكم تشوفوا الفيديو. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه قناه الاهلاويه على اليوتيوب. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الخناقه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا، يلا بينا. فيريرا بيتحمل الصفقات؟ لا، فيريرا كان السنه اللي فاتت لو هتفتكر هترجع هو مش رجع؟ رجع. طيب ورينا بقى، راح غير الباسورد ورجع ولا راح بقى سحر تاني ورجع على نضيف، ولا عايزين نشوف بقى سحر العبقري بعد ما راح خد دش في البرتغال ورجع نشوفه ان شاء الله. كابتن راجل اتعرض لهجوم يا اسلام، هو في مدير فني بياخد مهله 3 ماتشات وبعد كده كان بقى مشيك، ازاي هيركز ازاي هيشتغل؟ مش عارف وافضل يا كابتن بقى ازاي مش عارف يا كابتن يا عم يا كابتن لما لعبت يا كابتن لما لعبت يا كابتن لا لا تسمع يا ابو الدهب يا ابو الدهب انت بتقعد في ايه؟ هو حر يقول يا كابتن مش بعندك يا كابتن غلط حاجه هو حاجه هو عمال يلطش يا كابتن لطش ازاي لعبت اللعيبه بتاعت الزمالك بتقع مين اللي وقع الفرقه لما عاشور ده يطلع احتراف ب 3 مليون كابتن ابو دولار كابتن عايز تاني كابتن رضا فين اللي تفرق؟ كابتن ابو الدهب يقول اللي هو عايزه وحضرتك تقول اللي انت لا ابو كابتن ابو الدهب كابتن رضا ماشي ابو الدهب لا هينفع 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 يا عم ايه ده يا عم ايه ده يا عم ايه اللي جاب لك صلاح يا كابتن ماشي قاعد بتدور على عبد صلاح اهو جاب لك الكركديه مش هسمع حاجه اسمع مش هسمع كلامه مش اسمع من كركديه لا 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 مش كركديه انت ما بتعرفش انت مش عاوز اقول لك الحقيقه يا كابتن يا كابتن انت عمال تقول لي مش يا كابتن هو الراجل اللي وقع عشان بس ايه اشرب بس اشرب كركديه خد كركديه اللي علقه لك ابو الدهب مش انا اشرب الكركديه واهدى بص بص ما تكلمنيش خلاص انا قاعد بقى ضيف شرف لغايه ما تخلص مع ابو الدهب انا مش هفتكر يعني قول يا كابتن كابتن ابو الدهب قول لي وجهه نظرك يا كابتن انا وجهه نظري بعيد عن الكابتن رضا انا مالكش دعوه يا كابتن انا الراجل كلمني انا الراجل جاب صفقات واحنا صفقات. كل شويه نقعد نغير لك واحد سيبك من الراجل ينفع. مش قلت مش هتكلم لا يا سامح الراجل ينفع بعد ما خلاك في المركز الخامس وخسرك لوسين كاس السوبر ولا كاس السوبر السعودي وكاس السوبر المصري وكاس مصر خرجك قدام بيراميدز وهي مطلوب منها واحد وبيغير احسن اتنين بعد 10 دقايق واخد بال حضرتك وخلاك المركز الخامس في الدوري في حد في الدنيا اي مجلس اداره في العالم هيستنى ان في مدرب يعمل كل الاخفاقات دي حلو قوي ويقول لي بيتهاجم حلو قوي طب ممكن يرجع لشروط الاداره رجعه لي يا كابتن رضا لا اسالهم هم بقى لا رجعه علشان السبب الرئيسي السبب الرئيسي وده
فانا هقوله ما بخافش وانت عارف ان انا ما بخافش. شرط جزائي ولا الجمهور؟ الجمهور رقم واحد. الجمهور لان الجمهور على كل الصفحات يقول لك الراجل ده اتظلم، الراجل ده ماشي بطريقه ما اعرفش. الجمهور اهو يا عم اسمع يا عم دولت عين يا كابتن رضا، حاجه تتحسب للاداره لما يلاقي الجمهور عنده مثلا شايف حاجه بقى معينه بقى. سواء حاجه تتحسب للاداره بقى. ثواني بقى، اولا انا بكلمك اهو وانا مختلف مع اداره نادي الزمالك، لكن في نفس الوقت هي تتحسب للاداره ان رجع الراجل عشان حاجتين، عشان الفلوس ده. ولو انت بتقول عشان الجمهور، لا هو يبقى هو استجاب لرغبات الجمهور في مدرب كبير. هو فلوسه كام؟ 30 مليون. لا هو واصل يعني يقترب من 6 شهور مرتبه كان. اللي كان هياخده سواء 3 شهور، هو ليه 3 شهور و3 شهور شرط جزاء بيوصلوا لحوالي مليون دولار. ماشي، مليون دولار ما يقرب من مليون دولار في 30 جنيه بكام؟ ب 30 مليون. طيب هل النادي الزمالك بدل ما يجيب الصفقات دي ما نديله الراجل وابقى ماشي؟ دي رقم واحد. هو ده صح؟ اه طبعا صح. ادفع للراجل 30 مليون جنيه؟ خليني في المركز. ما كانوا دفعهم علشان يأيد احمد بالحاج ومنصف بنس. خلينا نتكلم بقى. ماشي. خلينا، لا ده في تعنت هنا من اتحاد الكرة من الدعوة دي. تمام. انا بكلمك على حاجة. هو أندية مصر كلها مش مديونة؟ مديون. يعني ما جاتش على الزمالك. اسمعني بس، اسمعني. هرد عليك. لا لا لا، هرد عليك بمعلومه. لا ما تردش عليا. ماشي. الاهلي دفع والمصري، انت ما بتدفعش كل الفلوس اللي عليك. ماشي. انت بتدفع جزء وبالجدول الباقي. خلاص يبقى نادي الزمالك ما نفعش. اتحاد الكوره ذكر ماشي، نادي خرجه من بره المسابقه كلها. لا ما ينفعش. لا ينفع. لا لا ينفع ينفع. اسمع بقى، ما هو بص انا ببلطك ومش هدفع. راجل ماشي. لا هو ما بلطكش تاني يعني. مش هو رجع رسمي ولا كلام على رسمي؟ راجل ما عندوش دم. لا ما تهزرش بقى يا كابتن رضا، ما تغلطش في الراجل، تغلطش في الراجل. الراجل محترم. هو لو محترم ما يرجع يا كابتن رضا. لو محترم ما يرجع. الراجل عنده دم، الراجل محترم، الراجل اتكلم عليه فنيا، اتكلمش في شخصه. الراجل محترم جدا. ده فنيا. لا انا دلوقتي، طب استنى، هو مين اللي مشاه؟ الاداره. لا هو كان في مشاورات على الشرط الجزائي ماشي، وبالتالي نادي الزمالك فضل ان هو يرجع بدل ما يصرف او يدفع له مبلغ كبير عشان الجماهير. بس بص، شفت الشوار اللي انت جايبهم دول؟ هم دولت السبب ان هو يرجع. هو ما حصلتش مع مدرب اجنبي في تاريخ مصر. يا عندي بس. لا هي مش عندها كابتن. لا هو الراجل عمل يا كابتن. ما خلاص يابا انتم انتم مع السنه اللي فاتت ماشي، السنه دي جاب لك كام بطوله؟ نفس اللعيبه اللي كانت موجوده. رد عليا. نفس اللعيبه اللي كانت موجوده. ما هو الاختيارات اللي جايبها. هو الاختيارات. اه انت عايز تلبسها له بس. لا طب استنى، عمر جابر. عمر جابر الكوره طلع قال لك انا اللي جبت الصفقات يا كابتن، عرضتها على الراجل. امير ده امير مرتضى يا حبيبي، عرض عليه بتاع حوالي 30 لعيب. تمام. هو قال لك انا عايز عمر عشان ده هيفيدني في طريقه اللعب. طب وليه ما تقولش ان الاداره هي جابت له احسن اللعيبه المصريه اللي موجوده يا كابتن؟ مع كابتن، كابتن انا هسالك سؤال يا كابتن. يعني هل في خلاف على عمرو السيسي انه لعيب يا حبيبي جاي غصب عنه؟ ماشي. جاي في الاخر زي امبارح. هو اللي اختار الصفقات ولا مش هو اللي اختار الصفقات؟ هو اختار الصفقات. ما انت جاي. انا بكلمك ان اللعيبه اللي كانت السنه اللي فاتت غير السنه دي، قلت لي هو اللي جايب الصفقات. ايوه طبعا. طيب يبقى هو جايب عمرو السيسي؟ لا. وجايب مصطفى شلبي؟ لا. وجايب الزناري؟ لا. بص، اللي هو جابهم عمر جابر. تمام. دونجا. ماشي. سامسو. زكريا الوردي. اه انت بتشيلوا الصفقات اللي هي ما اثبتتش نفسها لغايه دلوقتي. هو كان حد يبرق من اول رئيس النادي لاصغر واحد ان يفرض عليه واحد هو مش عايزه؟ انتوا بتستحملوا ولا ايه؟ ايه ده بس يا كابتن رضا؟ كابتن رضا هو مدرب كبير، انت ما بتتعاملش مع مدرب صغير. طيب لو انا ده طبيعي جدا اللي انت بتقوله، ده طبيعي جدا. طيب مين اللي جاب الناس دي ووافق عليهم؟ هو ايه المشكله؟ طب ما هو كان رفض، كان رفض
اربع لعيبه. انت عرضت عليه لعيبه اكفأ من دول وهو جه قال لك لا. ايوه كان في عبد الجريب وادي كان جاي لك ببلاش ما رضيش. حضراتكم سمعتوا اللي حصل وشفتوا اللي حصل، يعني اسلوب لا يرتقي او لا يليق حتى بناس بتقبض ملايين. يعني القناه دي بتقبضهم ملايين علشان يطلعوا يقولوا معلومه ويقولوا حاجه مفيده للمشاهد، وفي الوقت نفسه يجيبوا متابعين ومشاهدين ولايكات وشيرات ونسب مشاهده الى اخره. ولكن نسب المشاهده مش لازم تتحقق بخناقه، او مش لازم تتحقق بان انت تطلع عن النص او تخرج عن النص علشان اختلاف للامر. حتى لو انت كلامك صح والبروف دوه ملوش فيها وفيه وفيه وفيه، تقبل الراي الاخر وناقشه وغلطه بس بالمعلومات وبالطريقه، مش انك تغلطه ان انت تسيب المكان يا تصدق على كلامي يا اما تقول يعني تقول رايي هو الاصح، يا اما ما عدلكش في البرنامج ويقول اسلام صادق يا انا هو في الاستوديو يا انا يا ابو الدهب في الاستوديو ما ينفعش ان هو ده، هو ما بيفهمش، ده هو مش عارف ايه. وفي اجزاء للاسف في الفيديو اتقطعت، لان في جزء انا حضرته لايف امبارح او اول امبارح كانوا بيشتموا يعني رضا عبد العال، بيقول له انت ما بتفهمش، انت ما عندكش خلفيه، انت ما عندكش فهم، انت بتقول اي كلام. الحته دي اتقصت من الفيديو، يعني في حته كده اتقصت من الفيديو، بس انا للاسف ما عرفتش اجيبها وهي مش موجوده في القناه المختصه قناه تن. لكن زي ما بقول لكم كان في مشاده جامده وتم اجتزاء جزء منها علشان كان في خروج من النص من رضا عبد العال تجاه ابو الدهب. ابو الدهب الراجل محترم ومؤدب وما بيخرجش عن النص وبيتكلم بادب، ولكن هو مش عايز يلقى مصير كمونة، لان سمير كمونة رد بقوة على رضا عبد العال وقال له انت اللي ما بتفهمش وانت اللي غبي وانت اللي فيك وانت اللي فيك. فرضا عبد العال البرنامج اصلا قائم على رضا عبد العال، وزي ما رضا عبد العال كان هو السبب في ان ابراهيم سعيد يمشي من القناة او ما يكملش في القناة كان رضا عبد العال، وسمير كمونة برضو رضا عبد العال. رضا عبد العال واضح ان له نسبة كبيرة في الاعلانات، هو اللي بيقول مين يجي ومين ما يجيش وبيدوله مساحات من الوقت، ولكن الاعتراض بيبقى يعني في حدود يعني ايه، يعني لما بيتجاوز مثلا قوي زي ما قال ما عندوش دم او مش عارف ايه. طبعا اسلام صادق خايف من مرتضى منصور، يقول لك يحسب للاداره، هي دي السقطه اللي انا كنت عايز اتكلم، يقول لك يحسب للاداره انها رجعته تاني. يعني ما الاداره هي اللي مشته وترجعه تاني، ده اسمه تخبط في القرارات يا كابتن. انت عندك في جيبك 10 قروش تروح تشتري عربيه قيمتها 1,000,000 جنيه وترجع تقول لا انا هرجع العربيه عشان ما معيش 1,000,000 جنيه؟ ما ينفعش. حضرتك بتتخذ قرار مصيري والقرار ده يهم ملايين من الزملكاويه، مصر فيها بتاع حوالي 6-7 مليون زملكاوي، يعني برضه عدد مش قليل، يعني عدد الزملكاويه في مصر 7 مليون 5 مليون ما يزيدوش عن كده، ممكن بره مصر بتاع حوالي مثلا 10,000 7,000 حوالين العالم. فشيء طبيعي يعني في جماهير، له جماهير نادي الزمالك 7-8 مليون برضو ده مش عدد قليل، فما ينفعش ان يستهين بمخدرات جماهير الزمالك اللي بتحب نادي الزمالك. ولكن مرتضى منصور طبعا ادى من مناء خيار لرضا عبد العال قبل كده وقال له انا هشيل اليافطه ومش عارف اليافطه، وقعد يتكلم معاه وقعد يتكلم عليه، وكمان قال على اسلام صادق ان انت عيل كذا وكذا وكذا وانت ابن كذا وفيك كذا واداهم له. فمن ساعتها اسلام صادق بيتجنب اي حديث على مرتضى منصور، فبيشيد بمرتضى منصور انه يرجع فرير عشان الشرط الجزائي. طب بتشيد بانه رجعه، طيب ليه ما غلطتش وقلت ان هو مثلا، او ليه ما قلتش الحق ان هو غلط ان هو مشى فريرة في الاول؟ نوع من انواع التدليس في الاعلام، تدليس، عارفين التدليس، بيدوروا على اي حاجه مظلمه في النادي الاهلي مش لاقيينها، ومرتضى منصور بيعمل كوارث وموبقات، بيتكلم على حشيش ونسوان ولاعيبه بتسهر ولاعيبه بتحشش ولاعيبه بتتخانق مع بعض، وقط اللبس مليانه مصايب وكوارث، ومحدش من الاعلاميين يتكلموا نهائي، بيخافوا من مرتضى منصور. يا جماعه اكسروا حاجز الخوف، مرتضى منصور ده مش ماسك سكينه بيقطع بيها رقاب ويعمل اللي هو عايزه، ما دام انت بتتكلم في حدود المنطق والادب والاحترام وبتتكلم في كوره ما تخافش من حد، لا من مرتضى ولا من غير مرتضى. ده كان الفيديو بتاعنا،
ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه تقنيه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه ومليون. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي وسلام.